جزاكم الله خيرا لأخ سالم. يقول هذا السؤال هام جدا بالنسبة لي، وهو يتعلق بزكاة أسهمي التي وضعتها في أحد المصارف، فأرجو من الشيخ توضيح هذا الموضوع، كيف يتم إخراج زكاة الأسهم، وهل الزكاة تخرج من رأس المال فقط، مع العلم بأن المصرف أو البنك يخرج الزكاة من رأس المال فقط إذا حال عليه الحول، وإذا كان هناك أرباح هل تخرج الزكاة من رأس المال؟ الأسهم على قسمين، أسهم ثابتة مثل الأسهم في المصانع التي تنتج، هذه أسهم ثابتة، والأسهم في العقارات الثابتة التي تؤجر، فهذه زكاتها في غلتها إذا حصل على شيء من غلتها وأجرتها يزكيه. وأما الأسهم التي هي تباع وتشترى ويطلب فيها الربح فهذه عروض تجارة، إذا تم الحول عليها يزكيها بأن يثمنها بما تساوي ويزكيها، وإذا حصل منها على أرباح فإنه يزكيها، يزكي رأس المال ويزكي الربح، لأن الربح تابع لرأس المال.